بعد ما خلصنا كلام عن الأكيوت انفلاميشن والكرونيك انفلاميشن، احنا عارفين ان الاتنين دول في النهاية في الغالب بينتهوا بوند هيلينج، وعارفين ان الهيلينج مش بالضرورة طبعا يكون بسبب وند، ممكن يحصل هيلينج بسبب انفكشن. anyways ايا كان السبب، الهيلينج بيحصل بعد ما الأكيوت انفلاميشن ما بينتهي وبعد ما الكرونيك بينتهي، وان كان مع بداية الأكيوت بتبدأ طبعا بدايات ال LTM وبيحصل فيه chronic inflammation, granulation tissue, epithelialization. لكن الهيلينج الحقيقي اللي هو النهائي طبعا بيحصل في خلال اسابيع لشهور بالكولاجين برودكشن سواء تايب 3 اللي بعد كده بتحول تايب 1. يبقى احنا كنا بنقول ان الهيلينج initiated لما الانفلاميشن بيبيجن بيبدا يعني، وبيحصل بمزيج من الحاجتين regeneration او repair. ري يعني إعادة وgeneration إعادة تصنيع، وده من الاسم بيحصل في الحاجات اللي ممكن نعمل نستبدلها بحاجة أصلية بالnative tissue. يعني regeneration نقصد بيه إن إحنا بنبدل التيشيو اللي حصل فيه damage بنفس التيشيو native tissue، وده طبعا بيعتمد على regenerative capacity بتاعت التيشيو. السلايد دي مش جديدة، السلايد دي بالكونتنت اللي فيها عدت علينا ساعة ما جينا نتكلم عن الهايبربلاجيا في chapter 1، وقلنا نفس الكلام ان regenerative capacity عندنا ثلاث انواع، في حاجة اسمها lobile، في stable، وفي permanent. وفاكرين حتى اوريكو ممكن نعدي الصور دي بس واوريكو، فاكرين السايكل اللي هي cell cycle، وكنا بنقول ان عندنا اللوبايل سيلز زي مثلا الضوافر والشعر، ودي بتبقى فيها رابيد بروليفريشن وتيرن اوفر، فبتفضل على طول شغاله في السايكل ليل نهار، وبالتالي بتنتهي دايما بتكاثر مستمر للخلايا، عشان كده دايما شعرك بيطول وضوافرك بتطول، وكذلك الخلايا بتاعه الجي اي تي. لكن في خلايا تانية بتبقى اسمها الستيبل سيلز، دي قلنا فاكرين كنا بنقول الليفر والكيدني والحاجات دي بتدخل حاجة اسمها الجي زيرو، كنا بنقول بنسميها احيانا الكوايزنت سيلز، وان دي بتحتاج جروث فاكتور عشان يحصل لها ري انتري وتدخل في السيل سايكل تاني، وكنا بنقول ان في بيرمننت سيلز، وكنا بنقول العضلات بعصبة. الكلام ده كله مفيش جديد. فخلينا نرجع تاني للصور للسلايد اللي معانا، هتلاقيه كاتب لك ان انت عندك lobile tissue, stable tissue و permanent tissue. lobile tissue اللي هي عندها قدرة دائمة ومستمرة انها تدخل في السيل سايكل وتعمل regeneration. هو جايب لك امثلة طبعا السمول واللارج باول اللي هو الجي اي تي، والستيم سيل بتبقى في الميوكوسال كريبس. لو احنا ورينا مثلا لو احنا جبنا الصورة بتاعت الميوكوسال كريبس، هتلاقي الستيم سيلز اللي هي بتبقى تحت خالص دي، ودي اللي بتكون الخلايا اللي فوق. كذلك في السكن الستيم سيلز بتبقى في البيزل لاير، لو ده السكن ودي طبقة الابيديرمس ودي الديرمس، في نهاية الابيديرمس خالص في حاجة اسمها ستريتم بيزالي اللي هي فيها البيزل سيلز، والبيزل سيلز دي اللي هي اللي انا عمال اعلم عليها، دي الستيم سيلز اللي بتقدر تكون اي حاجة من الستريتم او الستريتا اللي فوقيها. ودي صورتها في تحت الميكروسكوب نفس الشكل بالظبط، هو الصف الخلايا الاخير ده اللي انا ماشي عليه بالخط الاحمر، لو شلت الخط اللي هي النواه النيوكلياي اللي احنا شايفينها الزرقاء دي. كذلك طبعا عدت علينا الستيم سيلز بتاعت اللي بتطلع الخلايا بتاعت الريد بلاد سيلز والليمفاتوسايتس وكل الحاجات دي، كانت بتبقى في البون مارو، كنا بنسميها الهيماتوبيوتيك ستيم سيلز، وكانت بتتقسم لقسمين كبار اللي اتكلمنا عنهم بالتفصيل. لما يجي نشوف الستيبل تيشيو، قالك دي خلايا بتبقى في حالة كوايزنت، يعني حالة نص نص، بتبقى في الجي زيرو، لكن تقدر تدخل السيل سايكل ويحصل لها ريجينريشن لو احتاجنا الكلام ده. وطبعا كنا بنقول ان الكلاسيك اكزامبل للكلام ده هو الليفر، وده بيحصل كومبنساتري هايبربلاجيا بعد ما بيحصل بارشيال ريسكشن. بحب اربط الموضوع ده، لو انتوا اتفرجتوا على مسلسل هاوس، فاكرين لما ويلسون كان ليه واحد صاحبه كده من ضمن المرضى بتوعه، وكان محتاج يحصل انه يتبرع له جزء من الكبد بتاعه، طبعا هاوس فضل يعارضه، لكن ويلسون كان بيقعد يقول له ايه المشكله يعني، ما هو كده كده هيبدا او هيرجع تاني يحصل له ريجينريشن. فانا بربطها دايما بالمنطقه دي عشان تبقى فاكر ان الليفر ممكن ناخد فص منه جزء منه ويحصل كومبنساتري هايبربلاجيا.
لكن البيرمننت تيشيو كنا بنقول العضلات بأعصابها سواء مايوكارديوم أو سكيليتال ماسل والنيرونز دي مستحيل مستحيل يحصل فيها ريجينريشن، وبالتالي بيكون الحل الوحيد ان يحصل فيها ريبير. ريبير نقصد بيه هنا ان يحصل فايبروسيس، يحصل سكارينج، تتكون ندبة. اوكي قلنا ان بيحصل ريبليسمنت للدامج تيشيو بس بفايبرس سكار مش بالنيتف تيشيو. وقلنا ان ده بيحصل لما الريجينيت. عندك احتمالين، الاحتمال الاولاني ان الستيم سيلز اللي هي مثلا زي الستريتم بزالي او اللي هي البيزل سيلز مثلا في السكين، الستيم سيلز دي لو حصل فيها لوس يعني الانجري طالتها ساعتها بنفقد القدره على ريجينريشن وبتتكون السكار او ريبير، او ان التيشي يكون اوريدي بيرمننت زي مثلا الهارت وده بنشوفه في المايوكارديال انفاركشن. خلينا مثلا نشوف المثال الاولاني، لو احنا عندنا الديب سكين كات ونفترض مثلا ادي سكينه ودخلت بالشكل ده على عكس سكينه تانية دخلت بالشكل الكبير ده، الاولى هتقطع الجزء اللي فوق بس مش مشكله لان كل الحاجات دي البيزل سيل لايرز هتقدر تعوضها، لكن في المثال التاني القطع فضل لحد ما طال البيزل سيلز اللي هي الستيم سيلز ودي بتتكون السكار. وعارفين انتوا لما تلاقوا واحد مثلا في وشه مكان مطوى، الناس اللي بتشوفوهم في الافلام او حتى يعني في الشوارع، واحد اتعور مثلا بس التعويره كانت قويه جدا وبانت الاثار بتاعتها وبتفضل باينه عليه، اهو ده مثال ل تيشيو ريبير او انه حصل سكارينج. كذلك المايوكارديال انفاركشن ودي صوره للقلب بعد حصل فيه ذبحة صدرية، شايفين الابيض ده كل الابيض ده اللي هو سكارينج فايبروسيس، وده طبعا من الحاجات اللي المهمة ولازم تبقى عارف ان السكار او التيشيو ده عمره ما بيكون بنفس كفاءة النيتيف تيشيو، وبالتالي بيبقى فيه اختلاف في الكونتراكتيليتي وبيبقى فيه اختلاف في الفانكشن واختلاف في الكوندكشن، وده بيفرق جدا لان بيعمل مشاكل طبعا على المدى الطويل. بس هل يا ترى السكار بتتكون مباشرة؟ يعني على طول بيكون عندنا سكار؟ قالك لا، لازم يكون في تيشيو الأول يمهد ليه. التيشيو ده بنسميه granulation tissue. granulation tissue أو organization tissue ده الـ initial phase بتاعة الـ repair. ده شكل للـ organization الـ granulation tissue. لازم تبقى عارف إنه بيتكون من ثلاث حاجات رئيسية، لازم تكون حافظهم كويس قوي. fibroblasts واللي زيها بس فيها مايو فايبروبلاست والكابيلاريز. اوكي خلينا نقولهم تاني، فايبروبلاست مايو فايبروبلاست اند كابيلاريز، فايبروبلاست مايو فايبروبلاست اند كابيلاريز، وكل حاجه ليها وظيفه. فلو احنا مثلا رسمنا رسم كروكي كده، ده سكن وبعد كده حصل قطع بالشكل ده، وعايزين احنا نعمل دلوقتي هيلينج نخلي الجرح ده يلم، الفايبروبلاست هتعوض الكونكتيف تيشيو اللي كان موجود هنا عن طريق ان هي بتفرز الكولاجين. اوكي بيبقى تايب 3 في الاول، وبعد كده الكولاجين ده اكيد محتاج يتغذى واحنا محتاجين الخلايا اللي هتعمل الموضوع ده يبقى تجيب لنا يعني يبقى في مصدر تجيب نيوترونز وتجيب بلاد فلو ويجيب جروث فاكتورز، وكل الحاجات دي مهمه جدا عشان الكولاجين اللي اتحط يعيش، فده فايده الكابيلاريز. في النهاية خالص محتاجين الجرح ده يلم، يعني الاتنين دول يدخلوا على بعضه في النهاية يبقى ما عندناش حاجة خالص، ودي وظيفة المايوفايبروبلاست انها تعمل contraction في الوند يخليه يلم. اوكي ده اللي هو الجرانيوليشن تيشو. لما تيجي تبص مثلا على الصورة اللي تحت الميكروسكوب شايفين كل الحاجات البنك دي، كل الحاجات البنك دي بتبقى الخلايا المغزلية اللي هي بتاعة الفايبروبلاست او كذلك المايوفايبروبلاست، والاحمر ده اللي هو الدوائر دي عبارة عن بلاد فيزلز او كابيلاريز بتوصل النيوترونز والبلاد للجرانيوليشن تيشو. في نهاية الجرانيوليشن تيشو هتتكون السكار، والسكار بتختلف عن الجرانيوليشن تيشو في نوع الكولاجين. في الجرانيوليشن بيبقى تايب 3، في السكار بيبقى تايب 1، ولازم تبقى طبعا عارف ان تايب 1 اقوى في حين ان تايب 3 بيبقى سليبري مطاط كده،
واحنا بنحتاجه في الحاجات المطاطه زي مثلا الجرانيوليشن تيشو، في الامبريونيك تيشو، في اليوتراس، في الكلويد، هنعرف بعد شويه يعني ايه الكلويد. في حين التايب 1 ده قوي جدا بنحتاجه في الحاجات اللي زي البون، التندنز، وموست اورجانز. والانزيم اللي بيعمل الموضوع ده اللي هو بيحول التايب 3 للتايب 1 اسمه كولاجينيز، ولازم تبقى عارف ان الانزيم ده بيحتاج الزنك ككو فاكتور. خليني الاول، لان التايبس اوف كولاجين مهمه جدا وبتفرق جدا في ديزيزز كتيره، فخلينا نبص عليهم نفكر بيهم بسرعه، هو بايوكيمستري بس مش مشكله. قالك الكولاجين ده اكتر بروتين موجود في جسمنا، بيحصل له بوست ترانزليشنال موديفيكيشن، مش مهمه دلوقتي. بيعمل بيورجنايز وبيقوي الاكسترا سيلولار ماتريكس. لازم تبقى عارف ان هو اربع انواع من واحد لاربعه، وكل واحد ليه صفه خاصه بيه. في كذا نيمونيك، يعني مثلا في اللي هو بي سو توتالي كول وريد بوكس، دي مش بطاله بس انا ما بحبهاش صراحه. بحب اللي هي سترونج سليبري بلودي اند بي ام، اللي هو بيزمنت برين. تاني سترونج سليبري بلودي اند بي ام، هتلاحظ ان القوه بتقل مع زيادة الرقم، يعني تايب 1 هو أقوى حاجة، أوكي؟ تايب 2 أقل، بعد كده تايب 3 أقل، وآخر حاجة تايب 4. السترونج تايب 1 سترونج ده بيبقى الموست كومن 90%، بيكون داخل في البون وده بتعمله الأوستيوبلاست، بيكون داخل في السكن والتندونز، الدنتن اللي هو الأسنان بتاعتنا، بيكون داخل في الفاشيا، في الكورنيا، وفي أهم حاجة بقى اللي بنتكلم عنها الليت وند ريبير، الليت وند ريبير، تمام؟ على عكس مثلا تايب 3 هنشوف ان هو في الجرانيوليشن تيش. بس خلينا نرجع تايب 1. من ضمن النيمونكس الحلوه يقول لك ان هو داخل في البون، كلمه بون هتلاقيها فيها ال 1 وهو تايب 1. ولازم تبقى عارف ان لو تايب 1 قل ده بيعمل لنا مرض اسمه اوستيوجينيسيس امبرفكتا تايب 1، وهنتكلم عنه بعد شويه. اوستيوجينيسيس امبرفكتا تايب 1 لما تيجي تبص على الكلمه بيبقى ام يعني مش، وبيرفكت يعني مش بيرفكت، اوكي؟ واوستيوجينيسيس يعني تكون العظام، يعني تكون العظام ما بيكونش مثالي، العظم بيكون طالع زي المكرونه، عارفين المكرونه الاسباجيتي؟ بيبقى طالع زيه كده فعلا، وهنشوف الشكل بعد شويه. لما نيجي نبص على تايب 2، خلينا نشيل الكلام ده، تايب 2 قال لك ان هو بيكون داخل في الحاجات اللي اضعف من البون اللي هي الكارتليج. النيمونيك الجميله صراحه انك تنطق كارتليج، كارتوليج، اوكي؟ تايب 2 كارتو، كارتوليج. ده من ضمن الحاجات، الكارتليج طبعا انكلودنج الهايلاين، بيدخل في الفيتروس بودي في عينينا، وفي النيوكليوس بالبوسس في الفقرات العظميه. بعد كده عندك تايب 3 اللي هو احنا كنا بنقول النيمونيك ايه؟ ثانيه، سترونج سليبري بلودي، يبقى ده البلودي. البلودي تايب قال لك ده بيدخل في الريتيكولين في السكن، بيدخل اهم حاجه في البلاد فيزلز، في بيدخل في اليوترس، الفيتال تيشو، جرانيوليشن تيشو. الشيء المشترك ما بين الحاجات دي ان هو في فاسكولار، يعني في فيزلز، وفي نوع من المطاطيه شويه، وان كانت المطاطيه مرتبطه اكتر بتايب 2، اوكي؟ قال لك ان نقصه، ما ده بيبقى نادرا لما بينقص، لكن بيحصل في حاجة اسمها إهلر دانلس سيندروم أو EDS، هنتكلم عنها وهنعرف إن فيها كذا نوع. ففي النوع اللي بنسميه فاسكولار تايب، أوكي؟ فاسكولار تايب. وقال لك في نيمونيك اللي هو 3D، مش حلو قوي. النوع الرابع والأخير اللي بيكون داخل في البيزمنت تمبرين، فاكرين كنا بنقول سترونج سليبري بلودي بي إم. بي إم اللي هو بيزمنت تمبرين والبيزا اللامنة واللينس. وفي نيمونيك برضو تانية جميل انك تقول تايب 4 under the floor، تايب 4 under the floor نقصد بيها البيزمنت تمبرين. قال لك ده بيبقى ديفكتيف في الالبرت سيندروم، وبرضو الاوتو انتيبوديز بتارجت البيزمنت تمبرين في الجود باسر سيندروم. لو جينا مثلا نبص على الاعراض اللي هنشوفها في الالبرت سيندروم لما ناخدها، هتلاقيها كلها متعلقه بالبيزمنت تمبرين. يعني لما البيزمنت تمبرين اللي في الكيدني هيتضرب، هيحصل عندنا هيماتوريا، وهيحصل عندنا اند ستيج كيدني ديزيز. ولو اتضرب البيزمنت ميمبرين اللي في الاذن بتاعتنا في الايرز، بيعمل هيرنج لوس، فاكرين اللي هو اورجان اوف كورتي اللي مسؤول عن الهيرنج،
البيزمنت ميمبرين اللي في الايز لو ضرب بيعمل هيرنج لوس. فدي اعراض الارب سيندروم. الجود باستر برضو نفس الفكره, البيزمنت ميمبرين اللي في الكيدني بيتضرب فبيعمل رينال سيمتومز, بيزيد مثلا الكرياتينين ويزيد البي يو ان, هنعرف التفاصيل دي بعدين. وكان زمان بيحصل بولمونري سيمتومز, بيحصل هيموبتسيس. بس اني واي دي الاربع انواع لازم تكون حافظهم صم, ولازم تكون عارف الامراض المتعلقه بيهم اللي هو الاستيجينيسيس امبرفيكتا والاهلر دانلس سيندروم بالذات.